مساء الخير على متابعي تليجراف مصر في كل مكان. معكم اليوم من تشييع جثمان وعزاء في آن واحد من قرية سمدون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مع واحد من أهل قريته بيسموه بطبيب الغلابة هنا في أكبر قرى محافظة المنوفية، الدكتور شفيق تكلة، الطبيب والجراح المعروف هنا في قريته وبين أهل قريته. حقيقة طبعا الناس هنا بتحبه جدا، سواء مسلمين أو أقباط، الكل هنا في القرية بيترددوا عليه. كان كشفه 20 جنيه فقط، ده كان الكشف بتاعه في آخر هذا الشارع بجوار الكنيسة مباشرة. المئات من أهالي القرية موجودين يستعدون لتشييع جثمانه، أطباء زملائه هنا من محافظة المنوفية، تلامذته اللي ترددوا عليه، الناس اللي ترددوا عليه. سيرة جميلة الأهالي هنا بيتكلموا عنها في نعي الدكتور شفيق تكلة، كما يلقبوه به طبيب الغلابة في قرية سمدون بمحافظة المنوفية. يعني بمجرد إعلان الخبر والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك طبعا طوفان من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من كل أهل القرية مسلميها قبل أقباطها، يتحدثون عن يعني كرم أخلاق هذا الرجل الذي توفاه الله، الكل ينعيه، الكل يذكر له المواقف الحسنة، ويتحدثون عن كشفه كان 20 جنيه، لم يرفعه كما رفع آخرون، لم يبالغ في سعر الكشف. أغلب الناس هنا اللي اتكلمت مع موقع تليجراف مصر قالوا لنا إنه ما كانوش بيجوا يعملوا عنده استشارة تاني، والسبب إنه كان شاطر ومتميز في الوصفات أو الروشتة بتاعته، وبالتالي الناس بتخف من أول علاجه من أول مرة، ما بيبقوش مضطرين إن هم يجوا مرة تانية للكشف. بـ20 جنيه بس كانوا يقدروا يتعالجوا برحمة الله. المشهد أمامنا الآن، مئات من أهالي قرية سمدون، الكل متجمع هنا في انتظار تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير. الكل هنا يترحم عليه، الكل يواسي ويعزي أسرته. موقف جميل بيحكي لينا أحد الأهالي هنا في قرية سمدون، واللي أكبر قرى أو من أكبر قرى محافظة المنوفية، واللي منها طبيب الغلابة الدكتور شفيق تكلة. قال في ذات الأيام كان أحد المواطنين هنا في القرية وأحد الأهالي لديه حالة، زوجته أو بنته كانت تعبانة، فكان يعني اتصل به الدكتور شفيق الذي أيضا كان يعاني من مرض شديد في أواخر أيام، وطلب منه يعني يسعفه في الحالة اللي معاه. الحقيقة الدكتور لم يتعذر بحالته هو، ولكن فتح عيادته مخصوص وكشف على الحالة وادها العلاج بتاعها. مواقف عديدة الناس بتكتبها وبتقول يعني ده طبيب الغلابة في قريتنا بجد، أو ينفقوا في أسعارهم بشكل عام، ولكن يحترمون ويقدرون لازلنا معاكم حقيقة هنا من الشارع اللي بيتم فيه تقديم التعازي وانتظار تشييع الجثمان، جثمان الدكتور شفيق تكلة ابن مركز أشمون. بالمناسبة هو كان يشغل مدير المركز الصحي هنا في مركز ومدينة أشمون، وبالتالي على علاقات كبيرة جدا ومعارف كبيرة جدا بكل الأطباء أو أغلبية الأطباء ومديرية الصحة في محافظة المنوفية. لذا أطباء كتير جدا هم موجودين النهاردة في تشييع جثمانه، إلى جانب أهل قريته اللي زي ما قلنا كتبوا عنه الحقيقة كتير جدا، وكل ينشر عنه، الكل ينشر عنه. احنا امام دلوقتي كنيسة ماري جرجس في قرية سمدون، الكل هنا كما ترون في الصورة، مئات ينتظرون تشييع جثمانه المنتظر في تمام الساعة الرابعة.
بدأوا من الساعة الرابعة، يعني التجهيز والإعداد لتشييع جثمانه إلى مسواه الأخير. وفي هذه اللحظات يعني الكل يستعد لخروج جثمانه لتشييعه إلى مقابر القرية في سمدون بمحافظة المنوفية. أجمل مقيل هنا في القرية من خلال موقع تليجراف مصر، والأهالي بيحكوا قالوا هنا يعني بيعتبروه كأنه أخ لكل عيلة هنا في قرية سمدون. الكل يشعر بأنه حد غالي عليه أو حد عزيز عليه توفاه، لأن الكل تعامل معاه وكتب علاج للمئات، مش هنقول ألاف لأن العدد طبعا كبير جدا، عمره كبير وبالتالي في مراحل عمره منذ الصبا أو بعد تخرجه والعمل في مجال الطب وعيادته الخاصة. الكل يتردد عليه لم يرفع سعر الكشف، زي ما قلنا 20 جنيه فقط هو سعر الكشف. يعني في هذه اللحظة لازال أهالي القرية يترددون على مكان العزاء، كل بيأتي الحقيقة من كل شوارع القرية. المكان الحقيقة كبير جدا اللي جايبين فيه العزاء، يعني أسرته تعلم جيدا حجم المحبة الصادقة والخالصة. كمان هنا سيدات القرية بيعزوا نساء أسرة الراحل الدكتور شفيق دكلا. يعني أهالي قرية سمدون الحقيقة مش ناسين أبدا كرم الدكتور شفيق في عدم رفعه لتسعيرة الكشف رغم غلاء الأسعار. ويمكن أغلب الأطباء اللي في مركز أشمون بشكل عام أو محافظة المنوفية أو أي مكان، كل بيرفع الأسعار مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، لكن هو كان طبعا مصمم أن يكون الكشف 20 جنيه، ما يعلاش عن كده. ده طبعا يعني تقديرا لأهل قريته ورحمة بيهم، أن هم دول أهله وهم دول ناسه. شايفين يعني أصبح مفيش كراسي كمان للحضور الجدد، هذا الشارع مليء، الشوارع الأخرى الجانبية كذلك مليئة بالناس اللي موجودة جاية تقدم التعازي في الدكتور شفيق.